شهد ملتقى التنمية السياسية البحرين انتماء ومواطنة مشاركة محلية وخليجية واسعة. تطرق أيضا خلال جلساته إلى العديد من الموضوعات المهمة والتي تركز على دور الإعلام والتربية والتعليم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة. التطور الفكري لمفهوم المواطنة وما يرتبط به من أفكار وآراء ووسائل جعل من طرح ملتقى التنمية السياسية البحرين انتماء ومواطنة لمثل هذه الموضوعات محط اهتمام ذوي الخبرات الأكاديمية والإعلامية والسياسية، والذين أكدوا مدى استفادتهم الكبيرة من جلسات الملتقى. الملتقى جاء في وقت نحن في أمس الحاجة إليه، بالنظر إلى الموضوع اللي تم طرحه وهو الانتماء والمواطنة، وعندما تم طرحه في شكل زوايا جدا تتطرق إلى زوايا الموضوع، وهي الشباب، المدارس، التعليم والإعلام، هي ثالوث يكمل بعض البعض. الإعلام لا يمكن أن يحقق أهدافه الأساسية في إذا فشلت الأسرة أو المنزل وفشلت المدرسة، ومن ثم الشباب كان غير قادر على استيعاب هذه الرسالة. أحد ثمار مشروع جلالة الملك اللي هو المعهد التنمية السياسية الذي استفادوا منه الكثير حقيقة في التثقيف، من حيث الموضوع في التثقيف السياسي والعملي والدور الرقابي والدور التشريعي والخدمات في مجالس البلدية. هناك العديد من المواطنين الكثيرين استفادوا في الدورات في المجالس البلدية، في المجالس التشريعية النيابية، وهذا المعهد كما عودنا دائما مميز بفعالياته. قواعد التعاطي مع وسائل الإعلام الجديد أخذت في الآونة الأخيرة بالتطور المتسارع، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لأهمية تعزيزها بالأسس الفكرية السليمة والقيم الوطنية السامية لتحقق غرضها في التغذية المعرفية الصالحة للمجتمع. طبعاً تونا مخلصين الجلسة الأولى، وأول شيء أنا أشكر معهد التنمية السياسية، هذا شيء وايد مهم، لأن خاصة إحنا كشعب بحريني، ونقول للشباب أو الفئة الموجودة، إحنا كناس في السوشيال ميديا اليوم إذا أنا بسمع هالكلام لازم بتأثر فيه، أنا بتأثر وبطرح قضية صج تهم المجتمع. اليوم السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، أنا أختار المواضيع اللي صج تهم الأسرة. إحنا الجلسة الأولى كانت الأسرة والتربية، فبإذن الله الواحد لحد إحنا نكون قادها في السوشيال ميديا ونطرح مواضيع صج تفيد الأسرة على كثر ما إحنا قاعدين نستفيد من نفس هالملتقيات. الهوية دائما وابدا تكون معرضة حق محاولات اختراق بكل الوسائل، سواء وسائل التواصل الاجتماعي ولا خلال الثقافات الاخرى، ولا فتكريس موضوع المواطنة، تكريس موضوع الهوية، مصفوفة القيم للمجتمع، هي اللي تحمينا كلنا ان احنا نكون ضمن اطار وطني واحد. الملتقى انا اعتقد وايد مهم، لان الهوية هي اللي تعكس ثقافتك، هي اللي تعكس قدرتك على التفكير، هي اللي تصنع منك، ما أقول كوبي من النماذج السابقة، تسمع منك إنسان يصعب اللحاق به. ودائما البحرين الحمد لله كانت سباقة، 7000 سنة عمرها سباقة في المقدمة، وبالظل إن شاء الله دائما كل ما حافظنا على هويتنا وحافظنا على أسلوبنا في المواطنة. التشارك في مسؤولية قيادة الوعي المجتمعي نحو الارتقاء بالقيم والمفاهيم الوطنية إلى طريقها السليمة ضمن رؤية وطنية شاملة يؤكد الضرورة الملحة لعقد مثل هذه الملتقيات الهادفة لزيادة الوعي وصيانة الفكر الثقافي للمجتمعات. الوعي بأهمية الإعلام وتأثيره على القيم الوطنية والأسس الوطنية الثابتة لدى المجتمعات هو الركيزة التي لطالما كان لها الدور المحوري في صياغة بنية تثقيفية وطنية شاملة يشارك فيها جميع مكونات المجتمع، وتهدف دائما إلى صياغة منظومة قيم واعية لدى جميع مكونات المجتمع. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.